ننتقل الآن إلى الضيف اللي معانا في الاستديو اللي التزم معانا وأهلا وسهلا في شاعر غنائي كويتي بدايته كانت مختلفة عن بداية سائر الشعراء، فهو تعاون مباشرة مع كبار النجوم أمثال طلال سلامة وأمثال الفنانة الكبيرة أصالة وراشد الفارس وسمر وغيرهم، ميامي وأيضا نانسي عجرم وأيضا الكثير من المطربين وغيرهم من النجوم. إنه صاحب الإطلالات الإعلامية القليلة جدا وتكاد تكون نادرة، الشاعر سعد مسلم. حياك الله، أهلا وسهلا فيك، سعداء جدا بوجودك معنا. هناك تعاونات قادمة كثيرة راح تكون لسعد مسلم مع العديد من فنانين الخليج والوطن العربي. نعم. أولهم راح يكون تعاون مع رباب، وآخر في والله حداد. يعني كذا تعامل، في مع ديانا حداد، في مع نانسي عجرم. خليجي اللي مع نانسي عجرم؟ كله خليجي. كله خليجي. في مع محمد الخلاوي مثل ما ذكرنا. يعني مجموعة، في مع أحمد الحريبي أغنية. في كذا خف يعني ما يحضرني شيء أنسى أو شيء. سمعنا شيء من أحد الفنانين اللي أنت ذكرت، ما راح أذكر مين بالضبط، بس اختار لنا أنت من هالكلمات شعر من الشيء اللي راح تعطيهم لي الفنانين. نعم. وقول لنا حق لأي فنان ومين الملحن وبصوت الشاعر سعد مسلم. أوكي، نختار أغنية أحمد الحريبي من الحان الملحن فهد الناصر. ليش مو راضي تصدق اني ممكن اتغير؟ ليش مو راضي تصدق اني ممكن اتغير واني انا اللي جرحتك وان قلبي صار يقدر؟ جايز اني اخر انسان كنت تتوقع يصدك، ما هو صح ولا انا غلطان ولا كل شيء عادي عندك؟ كل شيء والله كان بيديك واعتقد فاهم وتذكر، لكن انت الله يهديك تغير اللي ما يتغير، وهذا قلبي وانت شايف لجلك اهمل حتى نفسه. طول عمري كنت خايف ظلمك يعلمني اقسى، وفيني انولدت قساوة وكبرت في قلبي حتى صرنا بالظلم نتساوى، والفضل يرجع لك انت. ليش ما راضي تصدق اني ممكن اتغير؟ الله صح لسانك. الله يحفظك. سلام عليك. هذه اللي منه راح تكون؟ أحمد الحريبي إن شاء الله. أحمد الحريبي. لو دائما نقول شعرة تهيم فيه، يعني تيجي تقعد تفكر أنت في قصة يا يت. ويكفي صح ويعلق غيره. صح. عموما سعد مسلم هذه راح تكون لي أحمد الحريبي. ألحان منه؟ فهد الناصر، ملحن فهد الناصر. جميل جدا.